بالنسبة للمصريين في الخارج؟ أيوة. يعني هو زي ما أنتوا شايفين يعني رؤية المصريين في الخارج الاستحقاقات الانتخابية في مصر مش لازم ينظر إليها حالة بحالة أو استفتاء يلي انتخاب، وإنما يجب المقارنة بالموقف من 3 سنوات كان شكله إيه، عندما ما كانش فيه أي نوع من المشاركة من جانب المصريين في الخارج في أي استحقاقات انتخابية في مصر. الوضع تغير، وشايفين أن في كل استحقاق انتخابي جديد بيبقى فيه تسهيلات إضافية بتقدمها لجنة الانتخابات حرصا على مشاركة أكبر عدد من المصريين في الخارج، مع أن اتسام هذه المشاركة بالنزاهة والموضوعية، ده وفقا للمادة 88 من الدستور اللي هي بتؤكد على التزام الدولة بمشاركة المصريين في الخارج في الاستحقاقات الانتخابية في مصر، وفي نفس الوقت بتؤكد هذه المادة على ضرورة الحرص على النزاهة والشفافية في كل مراحل هذه المشاركة. وهل فعلا مذكرة التفاهم؟ ده حنلمسه خلال فترة التنفيذ، يعني احنا وقعنا مذكرة التفاهم، بدأنا نتلقى معلومات من جانب الاتحاد الأوروبي عن مجموعة من المتابعين حيصلوا مصر، لأن فكرة المتابعة لدى الاتحاد الأوروبي لا تقتصر على الأيام اللي حيتم فيها إجراء الاستفتاء، وإنما بتشمل كافة مراحل الإعداد للانتخابات بما فيها الحملة الانتخابية للمرشحين والقواعد اللي بتحكم عملية الانتخابات والدعاية وتناول وسائل الإعلام المحلية للبرامج الانتخابية للناخبين. يعني هي بتبدأ من أولى مراحل الاستعداد للانتخابات الرئاسية ولا تنتهي إلا بعد الإعلان عن النتائج والنظر فيما إذا كانت هناك طعون أو لا. الأوضاع الأمنية السيئة اللي بتمر بها ليبيا في خلال الانتخابات الرئاسية وفي أيضا بعض الدول العربية وعلاقتها بها المتوترة مثل قطر، يعني هنا في قطر وفي ليبيا كيف يتم؟ يعني احنا في إطار متابعة الاستفتاء على الدستور اللي تم في شهر يناير، يعني وجدنا أنه لم تكن هناك أي عراقيل تجاه مشاركة المواطنين المصريين المقيمين في قطر، توجههم إلى السفارة والإدلاء بصوتهم في الاستفتاء. الظروف في ليبيا كلنا عارفينها وكلنا بنعاني منها. مصر حسن في الانتخابات وتوقيع هذه الاتفاقية، يعني الهدف منها وجهة نظرك كفندم ورئيس هذا الاتفاق؟ يعني دي خطوة مهمة، عملية التوقيع على مذكرة التفاهم مؤشر واضح على أن مصر يعني كدولة وكحكومة وكلجنة انتخابات رئاسية حريصة جدا على إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في جو يسود يعني الاستقرار التام ويتسم بالحياد وبالنزاهة الكاملة. ومشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الانتخابات ما بيتمش بدون بعثة تقييم بتيجي في البداية لاستطلاع الوضع على الطبيعة والتأكد من أن في عوامل بتشير إلى أن الانتخابات ستتم في هذا الجو من النزاهة والموضوعية. فإحنا استقبلنا بعثة استطلاعية من جانب الاتحاد الأوروبي، أجروا اتصالات ولقاءات مع مختلف المسؤولين ومع المجتمع المدني في مصر، وعادت هذه البعثة إلى مقر الاتحاد الأوروبي، قدمت تقرير، وبناء على التقرير اللي قدمته اتخذ الاتحاد الأوروبي قرار بالعمل على إيفاد بعثة متابعة كاملة للمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة. هل هناك جهات أخرى تم التعاقد معها من قبل وزارة الخارجية لتغطية أو متابعة؟ يعني هي مش تعاقد، يعني إنما بعض الجهات الدولية بتشارك وفقا للضوابط فقط اللي بتضعها الحكومة المصرية، بعض الجهات الأخرى بتفضل أن يكون هناك توقيع لمذكرة التفاهم. ده تم النهاردة مع وفد الاتحاد الأوروبي، حيتم بكرة مع الجامعة العربية، لكن في أي حال من الأحوال سواء في توقيع لمذكرة التفاهم أو ما فيش توقيع لمذكرة التفاهم، اللي بيحكم نشاط ودور المتابعين الأجانب على الأراضي المصرية أثناء فترة الانتخابات هي الضوابط اللي بتضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.